السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. طبعا النهاردة ده اليوم الثاني إن شاء الله في مشروع التسمين. امبارح الغنم دي لسه جاية، امبارح الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو بتاع امبارح، الغنم دي لسه جاية امبارح بتاريخ 8/8/2020. الغنم طبعا النهاردة الصبح لسه داخل عليهم دلوقتي، ما فطرتش حاجة، لسه مفطرناش، ما عملناش أي حاجة، بس بنوريك طبعا في حاجات بتحصل اثناء النقل، او بتبقى الغنم جايه فيها حالات بتبقى ما تمنعش ان الخروف انك تشتريه، نشاطه كويس واكلته كويسه، بس في حاجات انت لازم بتعالجها. زي طبعا زي ما انت سامع كده، سامعين العطس، او هنهدي الصوت شويه عشان نسمع العطس. العطس وسيلان الانف، شوف في كام واحده، في ادي واحده اهي، اهي شايف سيلان الانف ده واحدة، وفي اتنين او ثلاثة هنا نفس النظام اهي، تانية انا عشان الصورة تبقى واضحة، عشان طبعا احنا قلنا فيديوهاتنا كلها عملية، دي برضك اهي اتنين، وفي واحدة ثالثة دي تعتبر اهي كمان ثلاثة. طبعا ده نتيجة الاجهاد والحر، الاجهاد طبعا في السوق، الاجهاد في النقل، في الشير، في الحط، احنا في الصيف زي ما احنا عارفين الجو حر. دي اللي عملنا اللي وريناها اول واحده، فده كله علاجه بسيط خالص، بتبقى تسمع شويه عطس، في عطس برضك بس حاليا ما فيش حاجه عطست، ما هو العطس نتيجه السيلان الانف ده. سيلان الانف ده اما برد، بدايه برد، واما ديدان نغف اللي هي ديدان عشان العطس المراه بالسمره دي، اما ديدان نغف واما بدايه برد. العلاج بسيط جدا جدا جدا، طبعا زي ما قلنا فيديوهاتنا كلها عمليه عشان الناس اللي بتتابعنا طبعا ومشتركين في القناه. انا مش هنعالج دلوقتي، والعلاج ان شاء الله مش هنقول لك دلوقتي، العلاج هيتم ان شاء الله بعد ما نعلق ارقام فيهم ان شاء الله باذن الله. النهارده هيتم تعليق الارقام ووزنهم وتسجيلهم بالكامل عشان نتابع متابعه الوزنيه، كل واحده تاخد رقم في ودنها وهتتوزن عشان تبقى عارف كل واحده وزنها كام، الزياده بتاعتها ماشيه ازاي، تبقى فيه متابعه طبعا. او هنحقن كل واحدة، هنصور لك فيديو أثناء الحق، أثناء الحق، وهنصور لك فيديو إن شاء الله بعد العلاج عشان تعرف بعد نتيجة العلاج، عشان تعرف الدواء بيجيب نتيجة ولا هو كلام وبس. وبرضك معلومة على السيرابط عشان ما عادش أقول لك بنداروا المعلومة، لا العلاج بسيط خالص. العلاج أنا بستخدم فلور فينيكول لحالات الرشح زي كده، سيلان الأنف ده يعتبر أنا هحقن منه كل الغنم، مش هحقن التعبان بس، ده ممتاز يعتبر للالتهاب الرئوي، في بدايات الالتهاب الرئوي ده ممتاز. فلور المادة الفعالة، فلور فينيكول، خليك من اسم الفلوريكول، في اسامي كتير، في فلوريكول، في فلوروميد، اسامي تجارية، في بان فلور، دي فلور فينيكول المادة الفعالة، اهم حاجة اسم المادة الفعالة. في اي دولة عربية اسم المادة الفعالة دي ما بتختلفش، عشان ناس بتسألني من البلدان العربية كتير، من السعودية، من الامارات، من الجزائر، من تونس، من المغرب، فبيسألوا على اسم على اسم الدواء موجود يعني نفسه، فالاسم ده ما تقدرش على الاسم، مش لازم تلاقي نفس الاسم فلوريكول، لا، اسم المادة الفعالة دي في العالم كله بالكامل نفس اسم المادة الفعالة، ما بيتغيرش في العالم بالكامل، فلور فينيكول ده الاسم التجاري، ده اسم المادة الفعالة اللي هو ما بيتغيرش في العالم كله، فلور فينيكول ده بتاخد سنتي لكل 10 كيلو تحت الجلد مرة واحدة، وممكن تعيده بعد 48 ساعة لو الحالة ما تحسنتش، تعيده مرة تاني بعد 48 ساعة لو الحالة ما تحسنتش. ومن ضمن الحالات طبعا برضك بيبقى أثناء النقل اللي هي في دموع في العيون، في واحدة هنا كانت عينيها مدمعة برضك عشان لا كانت مدمعة امبارح، بس ممكن اهي دي عينها زي ما انت شايف اهي، لازم تركز على العيون كويس، شوف معايا عشان الناس المتبعة، بس شايف عينيها بدأت تعمل، كانت جاية مدمعة امبارح بدأت تعمل سحابة بيضة اهي، بس اهي بس شوف بس ادي عينيها بدات تعمل سحابه بيضاء، دي عينيها مدمعه عاوزه علاج، واحنا عاملين فيديو قبل كده عنها، وان شاء الله برضه دي هتم علاجها
حتى هي ان شاء الله. وفي النهاية طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.